مركز الدوحة لحرية الإعلام هو مؤسسة غير ربحية تعمل من أجل حرية وجودة الصحافة في قطر والشرق الأوسط والعالم. اسم المركز مركز الدوحة لحرية الإعلام، في رسالة، ورسالة محددة جدا، هي رسالة المركز في الدفاع عن منظومة حرية الإعلام. إرساء هذه المنظومة أولا في قطر اللي هي دولة منشأ المنظمة، وفي الشرق الأوسط المنطقة العربية خاصة اللي هي المنطقة الإقليمية اللي احنا بننتمي ليها، والعالم من ثم العالم أجمع، لأن احنا منظمة عالمية معنية بإرساء والدفاع عن حرية الإعلام وحرية الصحفيين، وخاصة ما يعرف بسلامة الصحفيين. فهو ده رسالة المركز بمنتهى البساطة، هي الدفاع عن حرية الإعلام والدفاع عن حرية الصحفيين وضمان سلامتهم وضمان توفير لهم المناصرة والحماية والدعم المعنوي أو الدعم المادي، والوقوف بجانب منظومة حرية المعلومة وحرية الإعلام، لأن الإعلام هو ناقل للخبر وناقل للمعلومة، وهو الأداة لبناء حياة اجتماعية سليمة وحياة سياسية سليمة. هو ده الهدف من المركز، وهي دي رسالة المركز. كان مركز الدوحة لحرية الإعلام جزء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي المركز في 7 ديسمبر 2007 بقرار أميري من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وافتتح في أكتوبر 2008. وتعتبر حرية الصحافة حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حيث تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. رأيك في مركز الدوحة لحرية الإعلام؟ بداية أشكركم على هذا اللقاء. طبعا مركز الدوحة لحرية الإعلام يقوم بدور وجهود يشكر عليها في خدمة الساحة المحلية وأيضا قضايا الإعلام العربي والإعلاميين في مختلف مناحي أو مناطق عالمنا العربي، وهي جهود مقدرة جدا، خاصة أنه يتابع هذه الأنشطة ويدعم الحقوق والحريات، ولديه يسعى إلى تعزيز مواثيق العمل الإعلامي سعيا لدعم هذه الطاقات الإعلامية في العالم العربي وفي العالم أجمع، فلهم كل الشكر والتقدير. شهدت حرية الصحافة والحريات المدنية تراجعا على مستوى العالم خلال الأعوام الخمس المنصرمة، وأصبحت مهنة الصحافة من أكثر المهن خطورة في العالم. أنا أدعو كل الصحفيين أو كل أبنائنا الطلبة إلى الاطلاع على الإعلام ومحاولة التقرب من وسائل الإعلام، وأيضا إذا ما كانت هناك موهبة وإذا ما كانت هناك رغبة أن يتم صقل هذه المواهب من خلال الممارسة العملية في مؤسساتنا الصحفية، في مؤسساتنا الإعلامية. الإعلام جدا جميل وجدا راقي، يجعل الإنسان يطلع على ما يحدث في العالم أولا بأول، يستطيع الإنسان أن يكون مؤثر وصانع قرار في مجتمع ويتبنى قضايا المجتمع، يخدم مجتمع من خلال قلمه، من خلال ريشته، من خلال فكرة، من خلال إبداعه في مختلف وسائل الإعلام. كما تعتبر وسائل الإعلام ذات الأداء المتميز عاملا حاسما في خلق المجتمعات الصحية والاقتصادات المستدامة. كلمة لأبنائي الإعلاميين الناشئين، التركيز في الإعلام في ناحية مهنية وهو نقل الخبر، في طبعا شيء ثاني صناعة الخبر، لكن المحور من قلب هو القيم. أتمنى من أبناء الإعلام الناشئين أن يكون أساس عملهم هو القيم الإعلامية بشكل مخصوص، دال لوسع وهي القيم. بقية الأشياء ممكن يأخذ الإنسان بالدراسة، بالخبرة، بالممارسة، لكن وصيتي دائما ركزوا على القيم. وتعتبر حرية الصحافة والإعلام المتميز عنصران حيويان لتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر بأوقات عصيبة، وفي هذا السياق
يلعب مركز الدوحة لحرية الإعلام دورا هاما في تقوية حرية الصحافة وحرية التعبير عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام الأخرى في أنحاء المنطقة وحول العالم. كان معكم أحمد رواني، صحفي ناشئ من مركز الدوحة لحرية الإعلام.